حمام التحضين او حمام الخدامين او الحمام الخدام اللي هو الحمام العطال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع النهاردة موضوع تحضين البيض تحت الحمام الخدامين، ازاي بنعمله او اللي هو بيتسميه لو عندك حمام عطال او بيسموه حمام التحضين. هنشوف اول حاجة، هو الحمام العطال اللي بقى له مدة طويلة ما بيبيضش، يعني انا عندي مثلا الجزء اللي انا وريته لحضرتك اللي هو زي الجزء ده، الجزء الذكر الابيض ده ونتايته برضو ابيض زيه، النتاية بقالها مثلا حوالي سنتين ما بتبيضش. ليه ما بتبيضش؟ وانا متأكد ان هي مش هتبيض، لان عليها تكيسات، حجرها حجر الحمامة تحس دايما ان هي عليها البيضة، لكن هي تكيسات، هي مش بتبيض ومش ممكن هتبيض. حاولنا معها بالعلاجات ما نجحناش في علاجها، لكن احنا نستفاد بالموضوع ده ان احنا نشغلها للتحضين. يبقى اللي انت ممكن تستخدمه للتحضين اللي هو الحمام اللي مش بيبيض، او ممكن ان انت تحس انها دايما زي ما بقول كأنها هتبيض دلوقتي، ان هما دايما اخدين عشهم وبيخننوا فيه، ودايما تلاقي ان هما بيزوفهم، وممكن يكونوا ذكرين برضو عاشقين بعض وبيزوفهم برضو ويخننهم كأنهم ذكر وانتاي عادي، وانت تفتكرهم ذكر وانتاي وهم مش بيبيضوا. ممكن تستفاد بيهم برضو في موضوع التحضين ده، او نتايتين برضو يكونوا عاشقين بعض ويكون في نقص الذكورة وفي نتايتين اخدين بعض، لكن احيانا بيبيضوا الاربع بيضات اللي دايما الناس بيقولوا الحمامتين، ان هو عنده حمامة بيض اربع بيضات وهم نتايتين. طيب انا معايا العينة دي اللي هي الجزء ده اللي مش بيبيض خالص، طيب انا هستفاد ازاي من الحمام العطال؟ يعني انا عندي الجزء اللي احنا قلنا هنا في الكرتونة دي اللي هو بينام دايما وما بيبيضش، انا عرفت ان الحمام ده عطال، عايز استفاد من الجزء ده اعمل ايه؟ طيب انا معايا مثلا جزء تاني، عندي جزء ثمنه غالي وعايز احضن من بيضه، اطلع منه انتج منه كتير، لان انا مش عايز اسيب الحمام ده العطال ده ان هو عندي، عايز استفاد منه وفي نفس الوقت عايز ازود انتاج من نوع تاني يكون غالي او انا محتاج منه اكبر كمية من الزغاليل، اعمل ايه؟ انا افترض ان انا عندي الجزء ده اللي وضع البيضة دي دلوقتي، الجزء ده حمام غالي، هي الحمامة طارت يعني مش مشكلة، لكن هنقول لكم مثلا ان ده جزء تاني، ان هو ده حمام غالي او حمام تقيل، انا خايف ان هو يكسر البيض او اما بيرقد على اولاده بيموتهم بعد ما يفقسهم، فانا هاخد البيضة دي بيضة الحمام الغالي اللي انا عايز احطها تحت حمام التحضين. طيب هعمل فيها ايه اول ما البيضة تتباض؟ مثلا هنقول النهاردة السبت هنعمل ايه؟ هناخد البيضة دي ونجيب قطعة من القطن كده، اهو نحطها حتة القطن دي نحطها في علبة كده اهو، تمام، حطينا حتة القطن في علبة، ونجيب البيضة اللي هي بتاعت الحمام الغالي اللي انا عايز احضنه تحت الحمام العطال، اهو معايا البيضة، واحطها في العلبة دي في القطن، احافظ عليها بأي طريقة انت تقدر تحافظ عليها. نقول النهاردة السبت، تعرف البيضة التانية هتتباض امتى؟ يعني الطبيعي ان البيضة التانية تتباض يعني يوم الاثنين غالبا، واحيانا بتتأخر عن كده في بعض الحمام، لكن هو الطبيعي ان هي تفوت يوم وتبيض تاني يوم، تبقى ايه بين البيضة والتانية يومين. طيب عنا البيضة دي نعينها في مكان امن مثلا، ونروح للتانية اللي في نفس الوقت الحمامة العطال، نعمل ايه في الحمامة العطال؟
يبقى هنعمل ايه للحمامة العطال؟ الحمامة العطال انا شلت البيضة من الحمامة اللي انا عايز احضن بيضتها. انا معايا بقى بيض بلاستيك اهو في نفس اليوم اللي هو يوم السبت اللي انا شلت فيه البيضة اللي عايز احطها تحت الحمامة العطال، لكن مش هحطها. انا معايا البيض ده بلاستيك اهو، بيض بلاستيك تمام، ومعايا البيض التاني الفارغ ده اللي عليه شرطة واحدة، ده انا بعلمه اهو عشان لما احطها تحت الحمامة. عندك بلاستيك حط، ما عندكش بلاستيك شوف اي بيضة فارغة حطها تحت مين؟ تحت الحمامة العطار. طيب انا هحط البيضة البلاستيك علشان عندي اللي هي دي، حط البيضة البلاستيك تمام. النهاردة السبت زي ما اتفقنا، خلاص اشوف الحمامة دي انا بعمل لها اختبار، ان نامت على البيضة دي وسخنتها يوم الاثنين لغاية التانية ما تبيض الحمامة التانية هتبيض. هنحط برضو للحمامة الاصلية اللي باضت البيضة هنحط لها برضو بيضة بلاستيك. ادي الحمامة الاصلية هنحط ليها البيضة البلاستيك اهو، يبقى هنا بيضة بلاستيك وهنا بيضة بلاستيك، او بيض فارغ وهنا بيضة فارغة زي ما قلنا، يبقى دي تحتها بيضة فارغة او بيضة بلاستيك تمام، والتانية العطال تحتها برضو بيضة بلاستيك. النهاردة السبت. طيب جينا يوم الاثنين لقينا الحمامة اللي احنا عايزين ناخد البيض بتاعها باضت البيضة التانية اللي هي الحمامة اللي احنا زي ما قلنا تقيلة او النوع الغالي اللي احنا عايزين نحضن منه، اللي هي البيضة دي البيضة البلاستيك او البيضة الفارغة زي ما قلنا، ودي البيضة الجديدة اللي باضت البيضة التانية. هنروح عند الحمام الخدامين نشوف البيض دافي ولا مش دافي. طيب جينا عند الحمام الخدامين ولقينا ان البيضة دافية الحمد لله، نمسكها البيضة دافية رقدوا عليها تمام، اللي هم اللي مش بيبيضوا دول اللي احنا هنشغلهم خدامين كده. انا اتأكد ان هم مش هيبوظوا البيض اللي انا هحطه. ابدأ اعمل ايه؟ نقول مع بعض. هنروح عند الحمامة اللي باضت البيضة التانية اهو، الحمامة اللي قدامنا دي تمام، اللي احنا هنحضن بيضة نشوف ناخد البيضة اللي هي باضتها التانية، ومش عايزين منها حاجة شكرا، هي كده ناخد البطين كمان يبقى كده شكرا. دي البيضة البلاستيك هنعينها تاني خلاص انتهت مهمتها، وناخد البيضة اللي احنا اللي لسه متباضة دلوقتي اهو تمام، نحطها مع البيضة اللي في العلبة، وناخد كمان اهل البيضة اللي لسه متباضة دلوقتي ملناش دعوة بالبيضة البلاستيك، ونحط ناخد البيضة اللي في العلبة دي اللي في حتة القطمة اللي احنا حطناها، ناخد البطين ونروح تحت النتاية اللي هي العطال او الخدامين هنحط لها البيض ده. طيب حطنا لها البيض ده، البطين هم اللي هو احنا البيض اللي هو احنا خايفين عليه وعايزين نحضن منه اكبر كمية بنحطه لحمامة التحضين دي. طبعا البيضة البلاستيك اهو او البيضة الفارغة هنشيلها برضو شكرا، ادت الغرض منها كده، ادت المأمورية بتاعتها البيضة البلاستيك دي. وهكذا نستمر على هذا الاساس. احنا كده اختبرنا الحمامة دي، اتأكدنا ان هي دفت البيض من البيضة البلاستيك دي، دفت البيض النهاردة الاتنين زي ما قلنا حطنا لها البطين مع بعض. ميزة ايه ان احنا شلنا البيضة ما حطناش الا البطين مع بعض، كان هنا بيضة بلاستيك وهنا بيضة بلاستيك، ان البطين يفقسهم في يوم واحد علشان ما نحطش البيضة التانية تدفى، البيضة الاولانية اللي اتبضت الاول تدفى وتفقس قبل التانية بيومين، لا كده البطين ان شاء الله يفقسهم في يوم واحد، ودي فايدة البيض البلاستيك او البيض الفارغ. بكده انا بعد ما حطيت البطين ممكن احط كمان بيضة تالتة، لو انت عايز تحضن تلات بيضات زي ما انا بعمل ممكن تحط البيضة التالتة، المهم ان هما التلاتة كده محطوطين في نفس الميعاد، ما تكونش البيضة التالتة متباضة في يوم تاني كده الاتنين، او هما متباضة في يوم تاني او انت، بس المهم يكون الحمام ما رقدش عليها زي ما احنا عملنا مع البيضة الاولى دي، يكونهم ما سخنوش. يعني لو متباضة من 3 ايام انت شايلها او 4 ايام او اسبوع انت شايلها عينها في حتة قطمة مش مشكلة، تحط البيضة التالتة معهم يفقسوا مع بعض طالما ان البيض ما سخنش، علشان تتلاشى مشكلة البيضة الزغلول الكبير والزغلول الصغير تمام. ابقى كده اهم التلات بيضات،
وفي نفس الوقت اعطينا المدة كافية لان الحمامة تستريح اللي احنا عايزين من ننتج منها الحمامة الغالية، النتاية الغالية دي انها تبيض تاني. الجزء ده زي ما قلنا عايزينه يبيض تاني اللي هو الجزء ده. طبعا هي الوقت نايمة لسه ما استوعبتش ان احنا شلنا البيض، لكن هي هتقوم لما مش هتلاقي البيض هتروح قايمة وتستعد البيض تاني، ممكن تبيض من اسبوع لعشر ايام تاني. يبقى انت كده خدت من الحمامة دي 6 زغاليل في شهر او 6 حصويات في شهر، وتنتج منها 6 بيضات في شهر او ممكن اكتر. مش عايز اقول لك، مش عايز اكون مبالغ، لكن كده انت تقدر تنتج منها 6 بيضات على الاقل في الشهر ان شاء الله. 18 يوم في اسهم، ال3 زغاليل هم ال3 بيضات في اسهم. طبعا حضرتك هتتابع بقى الزغاليل كل يوم، لو لقيت ان فيهم زغلول مش متزغط هتساعد الزغلول اللي مش متزغط. طبعا كلنا شفنا الزغطة اللي انا بساعد بها الزغليل ده، معانا اهو ال3 زغاليل ما شاء الله. بكده انت تقدر تستفاد من النتاية العطال او الحمام الخدمين اللي مش بيبيض عندك، وفي نفس الوقت تزيد من انتاج الحمام اللي انت النوع الغالي اللي انت عايز تنتج منه اكبر كمية من الزغاليل، وفي نفس الوقت هتريحه من موضوع ان هو تأكيل ولاده. اهم حاجة ان انت تراعي ان انت تشوف اللبة بتاع الزغاليل اول كام يوم، لو مش بيزغطهم هو ما شاء الله مأكلينهم اهو، معقول بالنسبة لاول يوم هما لسه فاقسين من ساعات قليلة قوي، لكن ما شاء الله مزغطينهم. لكن احنا هنتابعهم الكام يوم الاولانيين ونفضل نتابعهم برضو لغاية ما يكبروا ويطيروا اللي محتاج بنزغطه. ونرجو ان يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.